السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم احمد بدر في حلقه جديده من برنامج كلام الشارع. النهارده حلقه جديده، كلام جديد، موضوع جديد. اهم حاجه كل اللي بيتابعوني يعملوا سبسكرايب وشير ويعمل لايك، واي حاجه عايز اسالها وعايز اعرف اي حاجه يعمل تحت كومنت. يلا بينا مع اول حلقه. يلا بينا. نزلت قبل كده مع ماما عشان تشتري هدوم وانت صغير؟ كتير خالص. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتفصل ازاي؟ اوصف لي الموقف. انا هوصفه لكم. الموقف مثلا انها تقول ان هو مثلا يقول لها مثلا الجاكيت ده مثلا ب 120 جنيه، تروح مره تدخل 60 جنيه على طول. بتاخده؟ ايه؟ بيقولها مره. بيقولها مره على طول. يعني ما خدتش قبل كده، يعني ما فصلتش في مره واشتريت؟ لا، هي لازم يعني ايه لو ما فصلت، هي لازم الام لازم انها تفصل. لازم تفصل، ما تفصلش تتعب على طول. بتفصل ازاي؟ على فكره انا والدتي ما بتفصلش مع الناس، لان والدتي ما بتنزلش معايا. تبقى مش ام مصريه؟ لا مصريه. يا راجل مفيش ام مصريه ما بتفصلش. لا اصل ساعات انا بنزل انا واخويا انا ووالدي كده. يعني عمرك ما فصلت؟ لا بفصل، بس أيوة بيضحك عليا برده في الاخر برده. ما لازم تكون امي معايا يعني، بس هي ما بتنزلش. لا ما بكونش موجود معاها اصلا، يعني مثلا من كام يوم. ليه بقى؟ ايه ليه بقى؟ هي من نفسها كده بتروح تجيب وتيجي. هي عارفه ان انا بلبس اي حاجه، فعشان كده بقى بتشكل الحاجه ممتين بتاخدها ب 100. يا حاج انا احراق كده يا حاج. لا انا اخدها ب 100. بتاخدها والله. يعني مثلا الشيك ده ابو 500 جنيه، التلاته بتاخده والله. ام هبه او ما انت. لا هي بص انا بسيبها في المحل تعيش مع نفسها. ايه اللي بيحصل بقى جوه؟ هو راجل بيطلع من هدوم ويبقى خلاص. اهم حاجه بتجيب لك الحاجه دي بفلوس 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 اقل. يعني الحاجه من 500 مثلا بتخلص على كام؟ 300 مرتاح. انا عايز اروح افصل مع ماما ولا. هي عمرها ما فصلت لي، كانت بتشتري كل حاجه، لان انا كنت في السعوديه اصلا. في السعوديه اصلا؟ تمام. فكل حاجه كان بيجيب لي كل حاجه من السعوديه، وعندي هدوم كتير لحد دلوقتي وانا طفل. طب وانت ازرو الفصال برضو كده؟ يعني تفصيل. لا عادي، مامتي مش بتفصل قوي زي الناس عادي. يعني ماما بيضحك عليها؟ ممكن. مفيش على طول. الحاجه مثلا ب 200 هاخدها، ممكن تخليها ل 50 مثلا. وبتاخدها؟ تيجي تقول خلاص مش همشي وخلاص، يروح الراجل مناديها واخدها بالسعر اللي هي عايزاه. ماما جبار. ايه اجمل ممثله انت ممكن تكون شايفها كده مزه جامده؟ ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز؟ طيب هتقولي لو ياسمين عبد العزيز بعتت لك كده، لقيت رساله كده يوم 31 ديسمبر كده قبل ما السنه الجديده تخش، انا عايزك يا احمد تكون شريك حياتي. مش هصدق، ممكن يكون فيك على فكره. ان ياسمين مش تبعت لي حاجه زي دي. نفترض ان ياسمين هي اللي بتكلمك فيديو كول. ايه رد فعلك في الوقت ده؟ ما اعرفش، مش هصدق. هرب. طب هتنفض للمزه؟ لا طبعا هنفض لها. ايه دي ياسمين؟ ما هو ياسمين مش هينفع نفض لها. نداء الى ياسمين هينفض لك. لا مش هنفض لها. هنفض لها؟ لا. وهينفض للمزه. طبعا. شاكيره. شاكيره؟ طب ايه رايك بقى لو شاكيره في 2020 بعتت لك رساله بتقول لك انا عايزك تكون شريك حياتي؟ لا انا هفكر. هفكر في شاكيره. هيفكر يا جماعه. انت بتتكلم جد؟ هنهبل طبعا. هيبقى انبهار واندهاش ليا شديد. يعني موضوع كبير. كبير جدا. كبير قوي. كبير خالص. انت متجوز امين؟ لو ياسمين صبري قالت لك عايزاك تكون شريك حياتي في 2020، ايه رد فعلك؟ لا طبعا. مش هترفض؟ موافق طبعا. مش هتموافق؟ لا طبعا. حتى لو مراتك قالت لك؟ لا طبعا. خالص؟ لا طبعا. الراجل ده محترم. لو شاهد كابور قال لك عايزك تكوني شريكة حياتي في 2020، هتعملي ايه؟ موافقة جدا. موافقة جدا؟ جدا. يا شاهد موافقة. لو كارينا كابور قالت لك انا عايز اتجوزك في 2020، هترد عليها تقول لها ايه؟ هتجوزها بعيد خالص كده كده اهو. هتجوزها. ماشي انا عايش معاك. لو ظفر العابدين قال لك عايزك تكوني شريكة حياتي في 2020، موافقه. انا ما كملتش السؤال. ما كملتش السؤال. تنشف اي حاجه صح؟ لو انت مرتبط ببنت
وعندها اولاد على الصفحه او عندها شباب على الصفحه وعندها قرايبها, هتعمل معاها ايه عشان خاطر؟ هعملها بلوك ولا نسيني عشان خاطر الولاد؟ اه نسيني, اصل انا مش قال يعني نايت. اه من بيجي بيجي. انت بتشرب بريل صح؟ لا. تمام. لو انت بتحبي واحد وعنده بنات على الفيس, عايزاه يتعامل معاهم ازاي؟ يحذف الفيس خالص. يحذف كل اللي عنده؟ يحذف كل اللي عنده او يحذف الفيس خالص. يشيل الفيس. يشيل الفيس احلى حاجه. اه الواد اللي انت بتحبيه لو عنده بنات على الفيسبوك عايزاه يعمل معاهم ايه؟ هولع فيه وفيهم الاثنين. الاثنين تذكرتين. تذكرتين هما اثنين اثنين بلعب بالدماغ. لو عندك بنت اسمها هي هي وهي في اخر الشارع وهي في اخر الشقه وعايز تند عليها تقول لها ايه؟ لو عندك بنت اسمها وهي في اخر الشقه هتند عليها تقول لها ايه؟ يا ولا نازله من البوكس دلوقتي دلوقتي وفاهمه العلمك. اه اه الست المصريه مش نكديه. صحيح انا جت نكديه صح, بس في كده وفي كده, ده ما يمنعش برضو ان في كده وفي كده. في واحده وهي يعني فيهم لا هي كده. السكينه في كياس بلاستيك على اول الشارع هنا تمام. لا لا. الكيلو بربع جنيه والله. لا 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 ثانيه واحده. مات مات. اسئله كده كلها خلصت خلاص. اه الى ياسمين هينفض لك. لا مش هنفض لها. هنفض لها وهينفض للمزه. اه طبعا احنا عايزين نعرف اسمها عشان نوريها الحلقه. كات كات. تمام كده. طب ما انت عندك بنات. صحيح ما عادي يعني اصدقاء عادي يعني انت هم يعني انت اصدقاء وهم مش اصدقاء. انا راجل وانا بضم صوتي للصوت الراجل ده, انا يكون عندي بنات وهي ما يكونش عندها بنات؟ ايوه اكيد. كت. اه هي وانت عايز تنده عليها تقول لها ايه؟